بناء على معلومات مؤكدة عن وجود بعض الورشات لصناعة الذهب خارج الإطار القانوني عبر إقليم الجزائر العاصمة، قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراكة وبدعم من أفراد المفرزة الخاصة للدرك الوطني بالمعالمة بمداهمة عدة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية. هذه الشبكات متفرقة على عدة بلديات يقودها أجانب بشراكة مع جزائريين يستغلون محلات مغلقة كورشات لنشاطهم بأماكن عمومية معزولة. هذا النشاط يعود بربح كبير مع تداول مبالغ مالية جد معتبرة خارج الدوائر الشرعية ودون فواتير. من خلال هذه العملية تم حجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر تقدر ب 18 كيلوغرام على شكل مسوغات مصنعة ونصف مصنعة موجهة للمستهلك. بعد القيام بجميع الإجراءات القانونية والتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، تم تأكيد عدم مطابقة المعدن الأصفر المحجوز للمعايير المعمول بها قانونيا. تم تحرير ملفات قضائية ضد أصحاب هذه الورشات وسيتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة إقليمياً.